أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. لم يشهد سعر صفيحة البنزين تغييرات لهذا الأسبوع في مقابل ارتفاع سعر الديزل والمازوت 100 ليرة والكاز 200 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة، ويأتي ذلك في وقت تراجع أداء القطاع العقاري في لبنان حتى أيار الماضي بنسبة 8.20%، وكل ذلك بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في لبنان والتي تؤدي إلى الإحجام عن شراء الشقق السكنية، ما ينعكس مزيدا من الركود في السوق العقارية. أسقطت الحكومة الأمريكية مقابل 100 مليون دولار دعاوي تبييض الأموال التي كانت رافعتها ضد البنك اللبناني الكندي وأدت إلى إقفاله، علما أن الدعاوى كانت تشير إلى عملية دولية واسعة استخدمت في خلالها مصارف مرتبطة بحزب الله من ضمنها اللبناني الكندي لتبييض أموال الإتجار بالمخدرات، ولكن وأمام الملايين سقطت الدعاوى، الأمر الذي يؤكد أن الاتهام كان سياسيا بامتياز. وبموجب الاتفاق بين الحكومة وأصحاب المصرف فقد أفرج عن أموال البنك اللبناني الكندي والبالغة 150 مليون دولار. ويبدو أن الخطة الأمريكية التقشفية هي رفع دعاوى عشوائية على المصارف بتهمة جاهزة دائما، وهي تبييض الأموال وأسقاط الدعاوى مقابل ملايين، فضلا عن إلغاء وظائف الآلاف. فقد أعلن الجيش الأمريكي عن خطة لخفض 12 لواء مقاتل عقب انتهاء حربي العراق وأفغانستان وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بهدف توفير 500 مليار دولار. تراجع سعر الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية. وفي لبنان سجل الذهب غير المصاغ الأسعار التالية: عيار 22.36 دولار و9 سنت، عيار 21.35 دولار و22 سنت، عيار 18.30 دولار و19 سنت. بلغت أونصة الذهب 1251 دولار و5 سنت، أما كيلو الذهب فوصل ل 40,221 دولار و26 سنت. انعكس احتمال تقليص وتيرة شراء السندات الأمريكية والقلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب على النفط، فانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت 38 سنت ووصل إلى 100 دولار و88 سنت للبرميل. انخفض الخام الأمريكي 68 سنت ووصل إلى 94 دولار و64 سنت للبرميل. هذا كل شيء منتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.